هو اضطراب من اضطرابات التطور النمائي بيظهر عند الطفل من سن الرضاعة وحتى سن 3 سنوات الأولى من عمره. يعني اضطراب التوحد ده هل له أعراض؟ هل له أنواع ممكن نصنفها عن بعضها؟ عايزين نخلي الأم شوية تركز معانا في الأعراض دي علشان خاطر تاخد بالها من كل حاجة بتظهر على الطفل. الأعراض دي بتظهر اضطراب في بعض المجالات التطورية. ايه هي المجالات التطورية دي؟ التفاعل الاجتماعي، اللغة، السلوك. ازاي بيظهر في التفاعل الاجتماعي الطفل؟ بنلاقي طفل التوحد مش عايز يلعب مع أقرانه، عايز ينفرد يلعب بمفرده في ركن كده لوحده. التفاعل الاجتماعي اللي هو كده التواصل، يعني بيبقى عنده مشكلات في التواصل في مع التواصل الآخرين، سواء مع أقرانه أو مع أسرته اللي بيعيش معاها أو مع أي حد في أي مكان. تمام كده، مفيش انتباه سمعي ولا انتباه بصري، ضعيف في موضوع الانتباه ده، بحيث ان انا كشخص بنده عليه بحس ان هو مش سامعني، ما بيبليش بسماع الاصوات المحيطه ليه. طب هل ده بيظهر في صوره مبكره او في وقت مبكر؟ من سن 6 شهور. من سن ست شهور بتكتمل كل الاعراض عند سن 3 سنين، بتظهر كل الاعراض على الطفل. بلاقي انبهاره بيزيد جدا بحاجات بسيطه في لعبه، حابب طول بيتعلق الوقت، بلعبة معينة عنده أو بيتعلق بحاجة موجودة في المكان، أو جزء بسيط جدا في لعبة معينة. ببص ألاقي إن الطفل دوت بيظهر عليه في الجانب اللي هو اللغوي في حركات تكرارية أو في أصوات تكرارية، في كذا احتمال المفروض بنحط عينينا عليه. إن الطفل بيتأخر في اللغة، في اكتساب اللغة، أو إن الطفل بيكتسب اللغة بشكل طبيعي، بيكتسب بعض المفردات زيه زي الطفل اللي في سنه، بس سرعان ما يفقد المفردات دي. يعني بلاقي امهات كتير تقول لي ايه، انا ابني كان عند سن السنه بيقول ماما وبابا وامبو ومام وكده، فجاه بعد سن معين فقد كل المفردات اللغويه اللي كان واخدها دي. في احتمال تاني ان الطفل يتاخر تماما او ان هو ما يكتسبش اللغه بشكل عام. ببص لحد 3 سنين، لحد لا ده على المدار على مستوى بقى. التطور بقى، بس مراحل عمره المختلفه. ايوه، بلاقي الطفل بيكرر بعض الكلمات بشكل ايقاعي، بحس ان في انسان آلي بيتكلم، بيكرر بعض الاصوات او بعض المقاطع. هو ممكن يقول شيء معين يعبر بيه عن احتياج بس مش قادر يوظفه توظيف صح، بيطلع اصوات زي الصراخ والبكاء الهستيري من غير اي سبب. ببص بقى انا للتدهور المجال بتاع ايه، السلوك. بلاقي سلوك الطفل دايما حابب ان يبقى فيه فرط حركه، مش عارف يقعد في مكانه، في اهتزاز ودوران وتارجح وتسقيف طول الوقت وصراخ لزمات معينه في لزمات حركته، معينه لزمات معينه في كلامه، يعني حاجات بتتكرر بصفه مستمره. دي من السمات السلوكيه لطفل اضطراب التوحد، ولو الام او الاب او المحيطين بالطفل ابتدوا يلاحظوا هذا التقرب من هذه السمات يبقى دي اعراض من لازم اعراض يتوجهوا. طب ليه؟ لان كده هيبقى مؤشر غلط. دي كده من السمات اللي هي فيها السلوكيات اللي فيها مظهر للاضطهاد. ايه تاني ممكن نقول ان دي من الاعراض الخاصه بطفل التوحد؟ اللي احنا اتكلمنا دلوقتي عن التفاعل او التواصل الاجتماعي، عن السلوك، عن اللغه. تمام. دي كلها التدهورات دي كلها بتدل على ان في عندنا مشكله ولازم نتجه لمتخصص يشوف الدنيا فيها ايه، بس احنا واصلين بس لايه. بس احنا مبكر قوي الامور هتختلط على الام. يعني الاعراض اللي حضرتك قلتيها ممكن في سن مبكر لدى الطفل اللي هي من سن الست سنوات حتى لحد نهايه السنه الاولى، من ست شهور لحد السنة الأولى، في أعراض مشابهة ولكن ممكن تكون مش مظاهر لطفل التوحد. إزاي الأم تفرق ما بين إن دي أعراض طبيعية، تأخر طبيعي، أو إن ده من ضمن السمات السلوكية لطفل التوحد؟ هل أنا باجي عند وقت معين وبجذب انتباه الطفل سواء سمعي أو بصري؟ بيبص لمصدر الضوء، بيبص لمصدر الصوت اللي هو سمعه أو لأ. إذا ما فيش أي تواصل في الناحيتين دول أكيد في مشكلة عندي، يا في السمع يا في البصر. أغلب الأطفال اللي بقت دلوقتي بتتولد بندور طول الوقت على إن فحص قاع العين وفحص السمع على طول. لازم طبيب الأطفال يبقى يعني مصاحب للفريق دوت الطبي. بقى بيحصل حاليا منذ الولادة، يكشف على الودن ويشوف سلامتها ويكشف كمان على العين والابصار. وبنبتدي احنا بقى نحط تحت عينينا، هل الطفل دوت لما بنيجي مثلا نبسبس له في سن صغير جدا هل هو بينتبه لينا او لا، بيسمع اي صوت؟ بعد فتره من الوقت بيبقى في اصوات الاب والام بيبقوا مألوفين بالنسبه للطفل، الاصوات دي بيبتدي ينتبه ليهم ويجذب انتباههم باصوات كلاميه تانية او لا.
هما بيحسوا اذا في انتباه وتركيز مع الطفل هنبتدي نشوف ونلاحظ كل العلامات اللي بتظهر عليه.